صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله. صلى الله ما ضلنا في الجنة مثل ما ضلنا في الدنيا. استقبال بالترحيب، جزاكم الله خير، حفظ الله اجركم. اهلا وسهلا. الله يمسيكم بالخير. طيبين، كيف الحال؟ الله يحييك. حياكم الله، عساكم بخير. طيبين. خلاص نروح عند البيت الحسين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله يا ضيوف الرحمن، شرفتونا واسعدتونا في طيبة الطيبة في المدينة المنورة في مزارع عالية المدينة. ومزارع عالية المدينة من الصدقات النبوية من مال مخيريق النبري، كان بيطلع على غزوة احد وقابلوها اليهود، قالوا فين رايح؟ قال رايح مع محمد اللهم صل وسلم عليه. قالوا طيب اليوم سبت؟ قال لا سبت لكم، فان قتلت او مت فمالي لمحمد صلى الله عليه وسلم. استشهد مخيريق رضي الله عنه وآل المال للرسول اللهم صل وسلم عليه. مال مخيريق 7 مساكين في منطقة العالية، برقة وميتل والحسن والصافية ومشربة أم إبراهيم والأعواف والدلال اللي أنتم فيها، أخذها الرسول اللهم صل وسلم عليه واهداها على المهاجرين والأنصار. أم إبراهيم اللي هو بيت ماريا القبطية رضي الله عنها، يحقنا من جنوب دير غرس، استحب ماها الرسول اللهم صل وسلم عليه، عين من عيون الجنة بعد زمزم، نعم الماء وماء غرس. ودير سلمان الفارسي رضي الله عنه، يحقنا من الغرب تربة صعيب اللي هي تربة شفا، مصداق الحديث الرسول اللهم صل وسلم عليه، تربة أرضنا وريق بعضنا شفاء لسقيمنا بإذن ربنا. يحقنا من الشرق مشربة أم إبراهيم اللي هو بيت ماريا القبطية رضي الله عنها. يحدنا من الشمال مزارع السنح لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. يسأل الرسول اللهم صل وسلم عليه وين أبو بكر الصديق؟ قالوا في السنح يا رسول الله، ومن المزرعة ويقال من أطراف المزرعة. زفت عائشة رضي الله عنها للرسول اللهم صل وسلم عليه. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، شرفتونا واسعدتونا يا ضيوف الرحمن في طيبة. مزارع عالية المدينة هذه جميع انواع البروجكتر والسينما، هنا اقدم سينما شغالة على الغاز وبالهندل والفتيلة فوق تركب في القلب. هنا آلة تصوير خشبية قديمة تحمير بالموية والغاز. هنا جميع الرواد والمسجلات والبكم والاسطوانات وكلها شغالة ويأخذونها كديكور للبيوت أو للمحلات ويشغلونها عندهم. ألف وثلاثمائة وستة غاز. هنا الطقم عثماني قديم. الآن نجي عند الفضيات، مبدعين ما كان عندهم لا مكاين ولا شيء، شغل يدوي. الواقف منها كله مكاحل، وهذه المكحلة بالعاج بالعظم، هذه حقة الاسكريم. هنا الصاع، نص الصاع، ربع الصاع. هنا البراريل أبو هرم، خد المنديل، المشجر، قهوة الجنوب. هنا الكرسي ألوانه من الطبيعة، الكرسي هنا ألوانه من الطبيعة. هنا أصغر مصحف، شايفينه؟ أصغر مصحف جزء كاتبينه بالإبرة. طيب هذه كلها عملات، إجاب بنسة الشعر بينها. هذه عملة، هذه عملة استخدمت في الأحساء. هذه عملة نعم استخدمت في الأحساء، اسمها طويلة الحساء، يدولونها بينها. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه عجوة العالية، مصداق الحديث الرسول اللهم صلي وسلم عليه، إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. رقم 1، رقم 2، رقم 3. الفرق بينها حجم الحبة،
عجوة العالية منطقة محدودة، لو توزع ممكن تمرة على المدينة ما يكفيهم، ترجع الحاجتين، ترجع للصدق والأمانة إنها من عجوة العالية. هنا العنبر، العنبر هذا عروسة المزرعة، اللي يذوق منه يجيني مشي. الله أيوة. وهنا عجوة المدينة، وهذه عجوة المدينة. في بعض التمور من المدينة وبعض التمور من خارج المدينة. عندك الصفاوي من المدينة، والشلبي والمجدول والمبروم اللي من العلا والسليلة والمناطق اللي حواليها. الله يسلمك ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. هنا نحت الاسماء، حياكم الله، نحت الاسماء وانستونا والله، حياكم الله. في ميداليات، في نحت وحفر على الخشب، في اسامي، في دروع زي كذا، اسماء كبيره ما شاء الله تبارك الله، حسب في منحوتات كبيره عندي هنا حسب الطلب ما شاء الله. جزاكم الله خير. طيب الاحجار اللي قدامكم هذه، نعم، طبيعيه من قدره الله سبحانه، احنا ضفنا لها الاضاءه. انا الاضاءه لو ضفتها لحاجه صناعيه زي هذه ما تطلع بالجمال هذا. نعم. طيب طفي النور يا ابو محمد بعد اذنك. هذه احجار كريمه، هذه احجار كريمه من الاكسال اللي هو الملح اللي تحت، واللي فوق نوع من انواع الياقوت، ما شاء الله له جمال ما شاء الله. هذه الياقوت اللي العقيق، وهنا برضو عقيق، احجار العقيق. هنا حجر كامل للفيروز، حجر الفيروز. هنا العقيق كله عقيق، هنا عقيق كانه طير رافع راسه فوق، شايفينه؟ وقلب فوق.